سيدت معايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير به الفعل على الصلاة. لا إله إلا تم إعلان أصغر شاب إسلامه في هذا المسجد. وقبل بداية أعياد الميلاد ب 48 ساعة، واليوم قبل بداية السنة الجديدة ب 48 ساعة تم إعلان شاب آخر إسلامه هذا اليوم. اللهم ثبته يا رب العالمين. الجموع الذين يقومون بتهنئة هذا الشاب. أقوم بتهنئته مبارك. Denmark on again. سايستن. ما شاء الله. إذا أيها المشاهدون الكرام، أصغر الشاب أصغر من الأول 16 عاما يعلن إسلامه اليوم. إليكم أكبر. طبعا يعني بهذه الأرقام وهم شباب يعني لم يبلغون الحلم إلا قليلا، يعني ليس عليهم أي شيء من الذنوب إلا أنه قد أعلن إسلامه، وهو كما ذكر أنه من الجنسية الدنماركية والجارية الدنماركية. هذا الشاب نقول له الله يثبته يا رب العالمين وثبت غيره. اللهم صل على سيدنا محمد. ها هم الجموع يقومون بتقديم التهاني لهذا الشاب، وهو بكل قوة وكل فرح وكل يعني كبرياء أنه أصبح من أكثر من 2 مليار مسلم هذا الشاب. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. أساس ولا شيء. إذا قدمنا إليكم كل جديد لشبكة راديو عربة الدنمارك الخاصة وجمعية هورسون للشباب وملتقى الإعلام الفلسطيني الدنمارك. قدمنا إليكم كل جديد، و يعني
ينتظرنا في تغطياتنا القادمة والتغطيات الميدانية. أبو الأمين يحييكم في هذا اليوم وقبل نهاية العام واستقبال عام جديد 2024، وقبل نهايته ب 48 ساعة نقلنا إليكم هذه التغطية من قلب مسجد الوقفة الإسكندرية في العاصمة الدنماركية. دمتم في رعاية الله وحفظه، دعاكم لنا. إلى اللقاء، وعام سعيد لجميع الشعوب العربية والإسلامية. نعمل ذلك، تكون سنة خير. Jetzt freuen wir uns wieder auf euch.